طب وانت واثق بقى ان ورده دي هتعامل كرم كويس ولا ايه؟ كويس الا كويس، ده مفيش في حنيه ورده، ده انا ساعات كنت بحس انها امي. امك؟ طب وانت الجرح عامل ايه؟ لسه بيوجعك؟ جرح ايه؟ وانا الحاجات دي بتاكل معايا. على فكره يا هوجن، انا فضلت قاعده مستنياك، ما رضيتش اطلع نام علشان اطمن عليك. طب والله فيك الخير. طب مش يعني مش كنا بلغنا البوليس مثلا يعني علشان ما تعرضش حياتك للخطر عشان الحيوان اللي اسمه حسين الوالي ده؟ خطر ايه؟ وانا لو ما عملتش كده عشان هعمل كده عشان مين؟ طب قولي صحيح يا هوجن، انت قررت هتعمل ايه بعد ما تسيب هنا ولا لسه مقررتش؟ لا قررت، انا هرجع طنطا تاني، افتح بيت ابويا صالح العناني واعيش في حمى السيد البدوي. حمى السيد البدوي؟ الله يا هوجن، انت عارف ان في حاجات كتير قوي في مصر اسمع عنها بس لكن عمري ما شفتها قبل كده. انت اول ما تسافري هبعتلك صور من هناك يعني. يا ريت يا هوجن، ابعتلي صور كتير قوي، عايزه احس ان انا عايشه معاك ال 24 ساعه. انت تؤمري. هو في ايه بالظبط؟ مفيش حاجه، مفيش حاجه يا اخويا. ايه ده، في ايه يا علي؟ ايه الدخله دي؟ ابعد يا ابني شويه، عايز اتكلم مع الهلام اللي مشغلك شويه. علي من فضلك اتكلم معاه بادب عن كده، هوجن قاعد معايا ومش هيخرج بره. طب انا عايز اتكلم معاكي. يبقى احنا اللي نخرج. عن اذنك يا هوجن، انا بس دقيقه وراجع لك. ماشي، انا هقعد ارسم عقبال ما تخلصوا كلام. اتفضل. بتحرجيني وبتكبري عليا واد زي ده؟ اولا هوجن مش واد، ثانيا انت مش اكبر منه اصلا علشان تتكلم معاه بالطريقه دي يا علي. نورا، هو انت في حاجه بينك وبينه؟ هو ايه الكلام ده؟ انا لما سمعت القصه كلها وعرفت ان الواد اتهجم عليك انت والبيه في المكان الرومانسي، ايه اللي يوديكي مكان زي ده مع البودي جارد بتاعك؟ وايه القعده اللي انتوا قاعدينها دي؟ هو في ايه يا علي؟ ما تخلي بالك من كلامك شويه، هو انت هتحاسبني اقعد مع مين واتعامل مع مين ولا ايه؟ لا انا ما بحاسبكيش، بس انا مستغرب وعايز افهم. لا ما تستغربش وما تفهمش، ومن فضلك يا علي انا بقولها لك لاخر مره، ما تتدخلش في حياتي الشخصيه نهائي. وتفضل بقى لو عندك حاجه عايز تقولها اتفضل قولها لي، علشان هوجن مستنيني جوه. حسين الوالي طلع عليه مصايب كتير قوي، ده غير الموضوع بتاعك ممكن يلبسه تأبيده. هي للدرجه دي؟ والله مش عارفه الواحد يشكر هوجن ده ازاي. وعملت زي ما انت قلتي لي، ودورت ورا كمال باشا، طلع معلوش اي غلط من اي نوع، حتى الضرايب بيدفعها بانتظام وبالارقام الحقيقيه، ما بيلعبش لعبه المحاسبين اللي بيلعبوها ناس كتير زيه. طب هايل، كويس قوي. ماشي يا علي، متشكره قوي، عن اذنك. هوجن بقى، وده اللي انا كنت لسه عايزه. لا معلش يا علي، يا ريت تنسى اي حاجه انا قلتها لك عن هوجن، انا تقريبا عرفت عنه كل المعلومات اللي انا عايزه اعرفها، مش محتاجه اعرف حاجه تانيه.